لا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك، يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. ألف مبروك لنادينا الكبير نادي القوة الجوية بفوزه للمرة الثانية بكأس الاتحاد الآسيوي، ونتمنى لكرتنا العراقية النجاح والتقدم لكل فرقنا. إن شاء الله يا رب اليوم الفوز لكل فرقنا وترجع الضحكة والبسمة لكل جماهيرنا العراقية. محبتي لكم واعتزازي، حياة العراق. لا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك، يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة.